العصابة ما زالت مقاومة. ضرورة وجود المقاومة اللي ما تعمل على إضعاف الحكومة أو إضعاف الدولة. إطار التنسيق يحاول يبتلع الدولة. باب المزاح وقاصدة. ليش ما يقولون كردي وكردشية؟ يعني إيش معنى بالشيعة يعني؟ إطار يكسر بعضه بعضا. بالمرتين لو كان هناك جولة ثانية لحسمة. بالمرتين تم افتعال المشكلة. اللي كانوا موجودين بجلسة هم عرفوا الفرق بين الصادقون والعاصين. فريق السلطة جعلها تتراجع خطوات عن المقاومة. المقاومة هي مبدأ وثابت غير قابل للتغير. توسع الصراع في المنطقة في لبنان أو في اليمن، وكان المطلوب منا أن نكون حاضرين، سنكون حاضرين. مذهبنا وكلامنا واعتقادنا الواضح الصريح والالتزام بعراقية كركوك. لما حصل واحد أغلبية جولة ثانية يتعاركون بيناتهم، كل مرة واحد مفشوخ. ضمانة خمسة أطراف من الإطار سنمضي به. ليس لدي أي مرشح من داخل العصائر.